ستكون هذه التجارة لنا، نجني أرباحها، نتحكم فيها من الشام إلى اليمن، فعبر مرافئنا تأتي تجارة الصين والهند والحبشة من حرير وبخور ولبان ونعام وعاج وتبر وجواهر وسيوف وألبسة وتمور. فلما نترك هذا النهر من الذهب يتدفق ويصب عند هؤلاء الأعراب يتحكمون فيه، بل يصب عندنا ونمنع احتكار فارس لمنتجات الصين والهند. فالمال هو السلاح الأمضى لعز الملك واقتناء السلاح واصطناع القبائل. صدقت يا مولاي. قلت لي الكعبة تلك رمز وحدتهم؟ بلى يا مولاي. سأهدم كعبتهم تلك. أزرك الرب يا مولاي، مد الرب بملكك يا مولاي. سأغزو الحجاز وأبسط ملكي على بلاد العرب وأسيطر على تجارتهم وقوافلهم وأكرههم على الدخول في المسيحية باللين أو بالشدة، ولسوف أهدم بيت أصنامهم وأزل سدنته، وعندها سيصغرون في عيون قبائل العرب، فهو بيت أصنام لا يضر ولا ينفع. ولا سوف أحرف حج العرب إلى كنيسة شهداء نجران فتصير مقصد العرب. إن تنصير العرب هدف عظيم لن أحيد عنه. لا نرضى أن يهاجم الأشرم بيت الله وفينا عين تطرف. إذن لابد من مواجهتهم، مع أنهم جيش جرار لا قبل لنا به. لدي خطة محكمة، إذا وافقتني عليها يا ذا نفر فإننا قادرون على إلحاق أشد الأذى بجيشه. هاتها يا نفيل. نحاربه حرب الصعاليك، لا ننذره بل نكر عليه في مواطن ضعفه، ثم نفر إلى أعالي الجبال، ثم نتبعه على طول طريق الجيش في تهامة والحجاز حتى ننهكه. هو الرأي والله، فإذا ما رأى العرب منا ذلك قد تدفعهم الحمية إلى تشتيت جيشه في الأودية والصحارى. ترى رب الكعبة يسمح له بهدم بيته؟ إنها بكة يا نفيل هي التي تبك أعناق الجبابرة. يا معشر قريش، التقيت سادة العرب فما أجابوني لحرب أبرهة خوفا منه ومن جيشه، وها هو مسعود بن معتب سيد ثقيف يحرضه على مكة وأهلها، وقد أرسل أبا رغال الثقفي دليلا لجيش أبرهة إلى مكة، فلم يبق في المواجهة الأشرم الطاغي غيركم، ومعكم سيد هذيل خويلد وسيد كنانة يعمر بن نفاتة، فما ترون؟ الأمر لك يا عبد المطلب، فأنت سيد مكة. جن الليل وعانى وقت الهجوم، هاجموهم كالذئاب الضارية واحرموهم نوم الليل. هيا غزا وراءك يا ابن مقصود.
فرسان عرب يهاجموننا في الليل والنهار حتى أنهكونا، وأكثر فينا القتل والجراح. لن يردعني شرزمة عما عزمت. فما الرأي يا مولاي؟ جرهم إلى معركة، اكمنوا لهم، واتني بسادتهم أسرع. أمر مولاي. يهاجمان جيشي وأنا أبرهة؟ أيحكما، أي هلاك أعددت لكما؟ أيها الملك، ماذا يفيدك قتلنا؟ استبقنا فقد نفيده. أيحك، كيف تقاتلني؟ إنك ذاهب لغزو حرم الله وبيته الحرام الذي يقدسه العرب جميعا إلا قلة منهم، وهذا ما لا يسمح به. بيت أصنام وأوثان يقدسه العرب، أليس الأفضل لهم أن يدخلوا المسيحية ونكون شعبا واحدا ويكون خلاصهم في الدنيا والآخرة؟ لا يكون الدين بالإكراه. لسوف أكره العرب على الدخول في المسيحية، لسوف أهدم كومة الحجارة التي تسمونها الكعبة. وماذا عن إلياء المقدسة وكنيسة القيامة والمهد؟ ذاك بيت الله وليس ما تزعمون. أيها الملك، لسوف يبلغ الكتاب أجله. أي أجل هذا؟ منذ دهر رأى الملك الحميري ربيعة بن نصر حلما، وها هو يتحقق الآن حرفا بحرف. قال شق وسطيح في تأويله: لسوف يغزوكم الحبش وينزلون بأرضكم، ثم يخرجون منها على يد رجل من آل في يزن، ثم يأتي نبي يكون له الملك حتى يوم القيامة. ماذا تقول؟ كما سمعت أيها الملك، فارجع بجيشك، إن الكعبة بيت الله وهي لا ترام، ولطالما قسم الظهور الجبابرة. لن يخيفني بيت أوثان، ولسوف أهدمه، وسترون بأم أعينكم كيف أنه لن يحدث لي شيء. خذوهما هكذا مقيدين إلى أن أصل مكة فأرى رأيي فيهما. اجلس يا سيد مكة، إنما بعثت في إثركم لأخبركم بأنني لم آتي لغزوكم، بل أتيت لهدم بيت أصنامكم، ولا حاجة لي في حربكم. ونحن لا طاقة لنا بحربك، ولكن جندك ساقوا أنعامنا وعيرنا ومعظمها نذور لرب الكعبة، فردها علينا إذا كنت كما قلت لم تأتي لغزوي. قد كنت بلأت عيني حينما رأيتك، ولكنك نقصت حينما طلبت الأنعام والإبل، ولم تطلب مني ألا أهدم بيت أصنامكم. نعطيك ثلث أرزاق تهامة وتمورها على أن تعود عنا أيها الملك. ما قولك يا سيد مكة؟ موافق على ذلك، لكن أيها الملك، هل كنت تمتنع عن هدم بيت الله الحرام لو طلبت منك ذلك؟ لا، لن أمتنع، وإنني لآمل أن تدخلوا المسيحية كلكم. لا إكراه في الدين، لقد حاول كسرى أن يكره جدي عبد مناف على اعتناق المجوسية وهدده بالذبح، إلا أنه أبى. هكذا إذن تريدون أنعامكم وإبلكم؟ بلى، أنا رب الإبل، أما البيت الحرام
فله رب يحمي. له رب يحمي. أيها الملك، ما هاجم البيت ملك إلا قصمه وحطم ملكه. إني أنصح لك لا تفعل. ألا تكونوا تبعا لي وتبقون سادة على قبائلكم وتصيرون كما صارت حمير واليمن؟ قريش وكنان لقاح، لا تملك ولا تملك، ونحن لا نتبع ملك ولا نكون مع ملك على آخر. نحن جيران بيت الله المقدس وسدنته، فما لنا وللملك؟ والملك حرب وقتل وقتال وسبي ذراري وفجور. عفنا أيها الملك، لا شأن لنا بهذا الأمر. أعيد لسيد مكة أنعامه وإبله. بوركت أيها الملك. ما وراءك يا سيد مكة؟ الطاغية الأشرم جاء لهدم بيت الله. وما نحن فاعلون يا عبد المطلب؟ انطلقوا ببنيكم وأنعامكم إلى رؤوس الجبال، فإنني أخاف عليكم معرة الحبشة. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. إلى رؤوس الجبال يا أهل مكة، إلى رؤوس الجبال. يا هلا، ساعدوا آمنة فإنها في أشهر حملها الأخيرة. لقد ثقل حملها ولا تستطيع صعود الجبل. ابقوا عندها ولا تخشوا عليها، فإن رب الكعبة يحميها ويكلأها. هيا. ألا حييت عنا يا ردينا؟ نعمناكم مع الإصباح عينا. ردينة لو رأيت ولا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا. إذا لعذرتني وحمدت أمري، وكم تأسى ما فات بينا. حمدت الله إذ أبصرت طيرا، وخفت حجارة تلقى علينا. وكل القوم يسأل عن نفيل، كأن علي للحبشان دينا.